الأول من مايو من عام 1886 نظم أكتر من 300 ألف عامل في شيكاغو في أمريكا إضراب عن العمل، وكانوا بيطلبوا بمطلب واحد بس، هو تحديد ساعات العمل لـ8 ساعات فقط. وحصلت مواجهات بين الشرطة والعمال المضربين، وتخليداً لذكرى العمال اللي ماتوا عشان قضيتهم أصبح يوم 1 مايو من كل عام عيد للعمال في معظم دول العالم ومن بينها مصر. عمال مصر اللي وصل تعدادهم دلوقتي لأكتر من 30 مليون عامل، أيادي تتلفف حرير، قوة بشرية بتحقق الحلم الكبير بجمهورية جديدة شعارها الأمل والعمل. في الأول من مايو من كل عام بتجدد الدولة المصرية عهدها بحماية عمالها، رأس مالها وكنزها الحقيقي اللي بتزيد قيمته وغلاوته يوم بعد يوم، واللي بيهم مصر اتغيرت من حال لحال وقدرت تواجه التحديات وتصنع المعجزات. وبتواصل الدولة المصرية تنفيذ رؤيتها الوطنية للنهوض بأوضاع العاملين من خلال ملفات عديدة، من بينها إقامة المشروعات العملاقة اللي بتوفر عشرات الآلاف من فرص العمل. وزارة القوى العاملة بتقوم بدور كبير في توفير فرص العمل عن طريق ملتقيات التوظيف والنشرة القومية للتشغيل بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص. وبنستعد خلال أيام لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللي هتساعد في فهم وضبط سوق العمل. ده غير افتتاح وتشغيل وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج لتسهيل حصول ولادنا الراغبين في السفر على كل خدماتهم بسهولة ويسر. وكمان الارتقاء بالتدريب المهني بقى اتجاه بلد بحالها، والنهاردة حققت مصر نقلة نوعية بوجود 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية. ومن خلال مبادرة مهنتك مستقبلك اللي بتنفذها وزارة القوى العاملة في إطار مبادرة حياة كريمة، أطلقت منظومة التدريب المهني من أجل التشغيل. وفي خطتها الحالية 2022-2023 هتوفر لولادنا 479 دورة تدريبية ل 49 مهنة لأكثر من 9450 متدرب ومتدربة بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين. قوافل التدريب المهني بتلف كافة المحافظات وبتعيد اكتشاف مواهب العمالة المصرية في القرى الأكثر احتياجاً وبتقدمهم لسوق العمل. وعلى طريق التغيير بنواصل تطوير التدريب الفني بالتعاون مع شركاء النجاح من خلال مشروعات ومخططات جديدة هدفها تنمية المهارات في مختلف القطاعات الصناعية وفق أرقى المعايير الدولية لتحقيق حلم الاكتفاء الذاتي في مختلف الصناعات. ومع اهتمام القيادة السياسية بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، شكلت وزارة القوى العاملة وحدة مركزية لمتابعة تدريبهم وإنهاء إجراءات تعيينهم ضمن نسبة 5% المنصوص عليها بحكم القانون. وأثناء أزمة كورونا وكعادة الدولة المصرية اللي عمرها ما تخلت عن أبنائها من العمال، ولما تأثر سوق العمل المصري زي غيره من الأسواق الخارجية، زاد حرص الدولة المصرية على دعم العمالة غير المنتظمة بمنح رئاسية بتكلفة إجمالية بلغت 4,586,000,000 جنيه على 6 دفعات. ورغم الأزمات بلدنا رفعت الحد الأدنى للرواتب والمعاشات وعملت برامج للحماية الاجتماعية، وأهمها المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وفوق كل ده أسست مصر صندوق إعانة الطوارئ للعمال، واللي قدم من يوم ما تأسس ولحد النهاردة أكتر من 2,188,000,000 جنيه إعانات طوارئ وسد عجز، منهم 1,600,000,000 جنيه استفاد بيها 422,000 عامل داخل أكتر من 3,900 منشأة بقطاع السياحة. النهاردة بنحتفل بعيد العمال، وكلنا شايفين المشروعات العملاقة اللي عن طريقها بنقدر نحقق التنمية ونوفر كتير جدا من فرص العمل. احنا فخورين بان دولتنا المصرية بتحافظ علينا وبتحمينا، احنا كمان بنقابل ده بإخلاصنا وإتقاننا في عملنا. بنعاهد مصر بلدنا اننا نشتغل ليل ونهار عشان نبني سوا جمهورية جديدة. مصر ما بتنساش عمالها، ولا عمالها ممكن ينسوا أفضلها، خصوصاً وقت الأزمات. الكل زي ما له حقوق عليه واجبات. أنا بخلق فرص عمل للناس
دون أن أدخل في موضوعات معقدة جدا جدا، يعني مليون فرصة عمل في السنة، ده رقم ضخم جدا. دول عملاقة ما بتقدرش تعمل ده، رغم أنها ما عندهاش النمو السكاني بتاعنا. لازم يكون أولا عندنا ثقة كبيرة جدا في نفسنا، لأن اللي اتعمل بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل جهدكم كتير قوي. ربنا سبحانه وتعالى بصبرنا وجهدنا وإخلاصنا وأمانتنا وشرفنا، المسيرة دي هتكلل بفضل الله سبحانه وتعالى بالنجاح.